أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وعلى استعراض أسواق الأسهم الإماراتية في تعاملاتها حتى اللحظة في سوق أبوظبي. يتم تداول المؤشر عند 9033 نقطة وأكثر من 73 مليون ونصف المليون سهم بقيمة تزيد عن 300 وقرابة 40 مليون درهم. الأكثر ارتفاعا حتى اللحظة في سوق أبوظبي الخليج للمشاريع الطبية ب 16 فلسا درهم و 96 فلس، شميرة S&P 3 درهم و 60، مجموعة ASG ستاليونز 10 درهم و 40 فلس، أغذية 5 درهم و 50 فلس، والوطنية للسياحة والفنادق درهمين و 73 فلس. الأكثر تداولا بالقيمة العالمية القابضة 95 مليون و 900 ألف درهم، أدنوك للغاز ثانيا ب 55 مليون و 400 ألف درهم، ألف أظبي 27 مليون و 800 ألف درهم، مجموعة ملتبلاي 18 مليون و 600 ألف درهم، وأدنوك للحفر 16 مليون و 700 ألف درهم. وكذلك مشاهدينا في سوق دبي 4069 نقطة ويتم تداول 63 مليون و 100 ألف سهم بقيمة تزيد عن 128 مليون درهم. والأكثر ارتفاعا بالليمت أب اليوم شركة الإمارات للمرطبات 23 درهم، ارتفاع ب 3 دراهم منذ جلسة اليوم. تليها أرامكس درهمين و 62، تكافل الإمارات 56 فلس، الخليج للملاحة 7 درهم و 34 فلس، وسالك يرتفع بقرابة 1% عن 3 درهم و 36 فلس. حتى اللحظة الأكثر تداولا بالقيمة الأسمنت الوطنية 26 مليون و 100 ألف درهم، إعمار العقاري 24 مليون و 700 ألف درهم، الخليج للملاحة 13 مليون و 800 ألف درهم، الاتحاد العقاري 12 مليون درهم، وبأكثر من 10 ملايين درهم لدبي الإسلامي. وتستمر التداولات حتى نهاية جلسة اليوم عند الثالثة من مساء وظهر هذا اليوم.